اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ولقاء يتجدد على ارض مصر. وعلى ارض مصر جزء غالي جدا على قلوب المصريين، بوابه مصر الشرقيه سيناء. هذه البقعه الغاليه على قلوب كل المصريين لانها اختلط ترابها باطهر دماء، وهي دماء شهدائنا. مع تواصل الأجيال أيضا ومحاربة الإرهاب في الفترة الأخيرة، أيضا هناك بالتوازي إعمار لسيناء. أهمية إعمار سيناء، هذه البقعة الغالية قد إيه ليها مكانة كبيرة عندنا. النهاردة هنتكلم أكتر، بيسعدنا يكون في ضيافتنا الكاتب الصحفي والباحث دكتور سليمان شفيق. برحب بحضرتك. أهلا وأهلا بيك معانا. أهلا بيك دكتور سليمان. خليني أبدأ مع حضرتك بخالص التعازي لحضرتك ولكل الشعب المصري بالحادث الأليم اللي يمكن يعني أدمى قلوب المصريين كلهم. الحقيقة الحادث، إحنا بنقدم العزاء للمصريين كلهم، ويحضرني اتنين منهم الأخ محمد يحيى وهو أصيب وهو بينقذ الأطفال وهو جار من الكنيسة وآخرين. وبالطبع بشكر كل فضيلة الشيخ الأزهر والمفتي العام ومفتي الجمهورية وآخرين، وبقدم الشكر للسيد الرئيس والقوات المسلحة، خاصة الهيئة الهندسية اللي بأوامر من السيد الرئيس أسرعت بمحاولات ترميم وإعادة بناء ما أحرقه الحريق. وكل العزاء لأسر الشهداء والجميع المصريين، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين بإذن الله. يا رب إن شاء الله بإذن الله، وتكون آخر فعلا الأحداث المؤلمة اللي ممكن يعني يشهدها المصريين. خلينا نتكلم ونرجع بقى لسيناء، ويمكن أرض سيناء حضرتك من عشاقها، يعني يمكن عشان كده احنا قلنا لحضرتك هو خير من يتحدث عن هذه الأرض. خلينا نتكلم عن أهميتها وأهمية أن هي بوابة مصر الشرقية. كيف تكمن أو أين تكمن أهمية سيناء؟ الحقيقة بمناسبة الحديث عن الأديان والحريق، فسيناء يعني بقعة أولا مقدسة. طبعا كان فيها سيدنا موسى، وكان العائلة المقدسة مرت منها وبها الكثير من المواقع المقدسة زي دير سانت كاترين. لكن المهم في سيناء أنها كما قلت حضرتك بوابة مصر الشرقية. كل الغزوات التي أتت إلى مصر من الدار بيبل، من التتار لغاية الصليبيين لغاية إسرائيل، أتت من عبر سيناء. ولذلك حاولت قوى كثيرة، بدءا من زي ما كنا بنتكلم التتار وانتهاء بالعدو الصهيوني، وصولا للعدو الإرهابي اللي كان بيشتغل عند أكثر من دولة لحاولة احتلال سيناء من جديد. لكن نجح الجيش المصري والحمد لله في تخفيض إنهاء الـ 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 المشكلة دي، اللي كانت ما كان تقريبا في عملية يوميا. دلوقتي تقريبا ما فيش عمليات غير يا مره في السنه بالصدفه يا ما فيش. بالظبط، جميل. يعني معنى كده تاكيدا على كلام حضرتك ان فعلا سيناء هي الدرع الواقي لكل جمهوريه مصر العربيه. طبعا بما ان هذا الدرع لابد من تنميته، فخلينا نقول ايه اللي تم انجازه بعد محاوله القضاء على الارهاب. الحقيقه من 8 سنين حتى الان في طفره. يعني قبل الثمان سنين كان في مشاكل في تعمير سيناء. السنه دي تقريبا الحصه بتاعه شمال سيناء زادت كمان 6.5 مليار على 154 مشروع. المشاريع دي في مختلف المجالات، وهنتعرض ليها اكيد واحنا بنتكلم. لكن الثمان سنين الاخيره تقريبا سيناء من 1955 حتى لا من قبل كده، يعني سينا كانت منفى، النهارده سينا بقت يعني على الارض، على الارض ومكان للسياحه ولده. الفضل يرجع للرئيس طبعا فتح السيسي، لانه عسكري وشاف ان دي الجهه اللي حمايه، ان هي درع فعلا، وحمايتها هي حمايه لكل مقدرات المصريين وعدم الاختراق. المهم ان القوانين والكلام اللي هنتكلم فيه بعد كده مكون لعدم اختراق سينا وعدم تمليك الاراضي الا للمصريين فقط. طيب خلينا نقول الاول عشان الناس تفهم قبل وبعد، يعني دايما الانسان ما بيحسش بالحاجه غير لما يشوف الضد بتاعها. نقول سينا كانت ايه واصبحت ايه دلوقتي، ايه اللي مشينا فيه؟ سينا يعني الان تحولت الى جنوب سينا، تحول الى منتجع عالمي. صح. يعني من المنتجعات الخمسه الكبار في العالم. شمال سينا بدات الدوله المصريه تهتم بيها بعد 25 يناير
لكن حصل زي ما قلنا تحديات من العدو الإسرائيلي وتحديات من بعض الدول، فبدأت تحصل خلايا إرهابية في سيناء. الآن شمال سيناء فيها حوالي دلوقتي بيشتغلوا على 154 مشروع في الصناعة، مصانع، في المدارس، في الجامعات، بقى في جامعات كمان. ناس كتيرة كان الأول 80% من أهل من الوظائف في سيناء من خارج سيناء، دلوقتي العكس 80% لأهل سيناء. في دلوقتي إعادة إعمار وإعادة تسكين، 5 أفدنة لكل فلاح في سيناء ومعاها بيت، و60% بتتحمل مسؤوليته الدولة و40% بالتقسيط. فبدأت شمال سيناء تصحصح، بدأ يبقى فيها سكان، بدأت يبقى فيها حياة، يبقى فيها حياة، وبدأت الآن يبقى في نوع من أنواع العريش بدأت تسترد وعيها. بدأت الجامعات، الجامعة اللي في العريش تشتغل، المدارس، المناجم، المصانع. بدأت الحياة في سيناء الشمالية تأخذ اتجاه جديد، ونأمل في إسراع في ده في القريب العاجل يعني. طيب خلينا نتكلم بقى على نوعية المشروعات. حضرتك قلت إن في عدد كبير جدا من المشروعات في جميع المجالات تم العمل عليها، فخلينا نتكلم على المشروعات. المشروع الأولاني هو المشروع التحتي اللي هي التعليم والصحة والزراعة والتعمير، لأن أهالي سيناء فترات طويلة جدا كانوا أولا أهم حاجة كانوا محرومين من تملك الأرض، دلوقتي بقوا لا ملكية إلا لمصريين، وفي حق انتفاع وفي ملكية كاملة، ده موضوع قانوني. فالتحتيات دي هي الأهم جدا. بقى في دلوقتي 4 مصانع، بقى في دلوقتي محاولة بدأت حقيقية زي تايوان كده، اسمه يعني مكان سوق حرة في سيناء في شماله. بدأت أيضا ترجع تعود وزارة العدل والمحاكم وإلى آخره. فاللي أنا عايزه إن أهم المشروعات التي حدثت هي أولا تعمير، تسكين، وبعدين محاولات من أجل إن سيناء يستوطن فيها حوالي 500,000 مواطن من أنحاء مصر جنب الى جنب مع المواطنين المصريين الموجودين. كان في بعض فعلا يعني المواطنين المصريين السيناويين كان عندهم مشكله، كنا دايما لما بنلتقي معاهم كانوا دايما بيشتكوا ان هم مهمشين. الموضوع ده اعتقد دلوقتي ما بقاش موجود بدرجه 90%، مش موجود. يعني كانوا مهمشين في الاتي: كانوا اولا محرومين من تملك الارض، دلوقتي هم امكانيه عندهم لتملك الارض وحق الانتفاع، بل بالعكس القانون اللي صدر الاخير بان ملكيه الارض فقط للمصريين. الحاجه الثانيه كان ابنائهم ممنوعين من، مش ممنوعين، في نسب قليله منهم تدخل اماكن معينه في الكليات العسكريه، دلوقتي زي ما قلنا اغلبهم دخل الكليات العسكريه. بعد كده بقى في جامعه، بقى في حاله من حالات دلوقتي المدارس زادت بدرجه 80%. اهم حاجه حتى كمان القيد بتاعهم ما بقاش، كان في بعض منهم ما كانوش مقيدين في الدوله، كانش عندهم شهادات ميلاد والحاجات. ما هي البنيه التحتيه اللي اتكلمنا فيها، ان بقى ما فيش مواطن في سيناء ما عندوش هويه مصريه، وما عندوش سكن، وما عندوش عمل. وبالعكس يعني الوقت 80% من قيادات العمل في سيناء من ابناء سيناء. جميل. طيب لو اتكلمنا على الكنوز اللي موجوده في سيناء ولابد استغلالها في المرحله القادمه، يعني سيناء فعلا مليئه بالكنوز اللي نقدر ان احنا من خلالها، وموارد كثيره جدا ممكن هي تفيد الدوله المصريه. الحقيقه في حوالي 34 معدن موجود في سيناء. سيناء كمان فيها بترول بيجرى الكشف عليه. سيناء فيها ذهب، سيناء فيها نحاس، في سيناء فيها مناجم. اعتقد ان بقالنا سنه شغالين على هذه الكنوز، وإن كنت أرى أن أهم كنز هو أن الدولة المصرية كانت حتى إيدها على المستخبي ده، هتبتدي تطلعه أول بأول. ملف سيناء من أهم الملفات اللي اشتغلت عليها الدولة في الفترة الأخيرة، ويمكن من ضمن الأعمال اللي تمت هي تغيير في التشريعات وفي القوانين. خلينا نتكلم على القوانين اللي تمت مؤخرا لتملك أبناء سيناء للأراضي سيناء. الحقيقة أن طفرة حصلت، الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسي رقم 128 لسنة 22 باستثناء مدينتي الشيخ شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي من الخضوع لجميع أحكام القانون.
والقانون ده بيقول اني ممنوع تملك الاراضي الا للمصريين فقط. وده بيحل مشكله كبيره جدا 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 كانت قائمه قبل ذلك. لان المواطن في سيناء لا كان عنده هويه ولا كان عنده ارض ولا كان عنده عمل. المشروع ده بتاع القانون ده حل مشكله لم تحل من قبل. وده يعني حظر لبيع نهائي لغير المصريين ولا يعني حتى مشاركه في مشاريع مع غير المصريين، مشاركه ماليه لكن مشاركه بالارض لا. تمام. لان الارض ملك الدوله. لكن الدوله عامله حق انتفاع وملكيه لسكان سيناء الاصليين او لرجال الاعمال المصريين. يعني الاهم ان ملكيه الارض بقت للمصريين وفي المقدمه منهم سكان سيناء. تمام تمام. طيب حضرتك اتكلمت على الكنوز اللي موجوده في سيناء، من سواء كان من تعدين من صناعات و هل التعليم بقى، حضرتك قلت برضو ان في طفره في التعليم هناك دلوقتي، هل التعليم ملائم لهذه الثروات بحيث ان هو يخرج لنا جيل يتعامل مع هذه الثروات اللي موجوده؟ الحقيقه بدات ذلك بوجود جامعه في سيناء دلوقتي معروفه، وبدا يبقى في يعني التعمير في الثمان سنين الاخيره اضاف اكثر من 230 مدرسه، منهم مدارس صناعيه ومنهم اعداد لكوادر لفعلا العمل على هذه المعادن وهذه الثروات. ايضا في علماء الان بيدرسوا مع ابناء سيناء كيفيه العمل على تطوير هذه الثروه العظيمه. طيب وبالنسبه للزراعه، يعني يمكن ايضا لو اتكلمنا على الشمال كانت مشهوره بالنخل ومشهوره بالقوق ومشهوره بزراعات كثيره يعني. الآن بدأ توزيع زي ما قلنا في الأول خمس أفدنة في الشمال وبناء بيت، يعني في دلوقتي حوالي 126 بيت بيتبنوا. تكلفة البيت حوالي 650 ألف جنيه، 60% على الدولة والباقي بالتقسيط، والخمس آلاف دي هبة زراعية لسكان سيناء. وبدأ الآن يظهر في السوق المصري مثلا الخوخ. واللي ده بدا مشهور طول عمره خوخ سيناوي، بدا ده من يعني المحاصيل السيناويه بدات يعني توجد بقوه في الصندوق في مصر، وبقى حوالي مش عايز اقول تصدير لان دي بلدنا، بقى حوالي الوقت 28% من الفاكهه المصريه بتاتي من سيناء. جميل جدا. احنا محتاجين كمان لزياده في المحاصيل، لا مش بس مش هنقول تصدير، يعني هتدخل لجمهوريه مصر العربيه لكن كمان تصدر الى الخارج. الحقيقه لغايه دلوقتي ما فيش رقم واضح للتصدير. لكن التصدير بيتم عن طريق الدوله عبر سيناء. تمام جميل. يعني في محاصيل مهمه جدا من سيناء زي الخوخ، زي البلح، زي بلح الزيتون، كل ده بيتم عن طريق الدوله من سيناء. ولكن اكيد هندور هنلاقي احصائيات في الموضوع ده ليست بالقليله يعني. اكيد. طيب لو اتكلمنا على قطاع الصحه، يعني مهم جدا يعني يبقى في قوافل صحيه تبقى موجوده، مهم تطوير مستشفيات، مهم بناء مستشفيات جديده، ايه اللي تم في هذا المجال؟ الحقيقه لغايه دلوقتي في اكثر من 30 مستشفى جديد بني في سيناء، سواء مستشفيات المستوصفات او المستشفيات الكبيره. اصبح في كل مدينه في سيناء مستشفى عام كبير. اصبح في طواقم طبيه كبيره. الآن زمان كان الساكن في سيناء من أولادنا أو أخواتنا البدو بيضطر يرحل لغاية الإسماعيلية أو ده عشان يعالج حد. النهاردة سيناء بقى فيها علاج موجود دائم وفيها منتجعات صحية. وأعتقد خلال السنتين الجايين هيبقى المواطن من المصري بينتقل لسيناء للعلاج ان شاء الله. مد جسر التنميه في سيناء، لكن في احلام كثيره للمستقبل، حضرتك شايف المستقبل ازاي في سيناء؟ انا شايف ان بتمنى ان شمال سيناء يعود اليه كل الناس اللي رحلوا منه يعني بسبب الارهاب، خاصه بعض الارهاب كان طال بعض القضاة، طال بعض المسيحيين، طال بعض المشايخ، طال بعض فالناس دي كلها تعود وتعمر. الحقيقه الدوله بذلت كل ما يمكن بذله بالنسبه لسينا، ناقص شويه احلام. يعني مثلا ما عندناش فريق كره من سينا، فلازم نعمل مجموعه قريبه يطلع منها فريق من سينا، ويبقى في استاد كبير جدا في سينا زي استاد مصر، زي استاد المقاولين، زي استاد ده. ايضا مطلوب يبقى في مبنى تلفزيون كامل في سينا، وانتوا تروحوا تدربوا الناس هناك، ويبقى في ولاد سينا بيعملوا برامج. ايضا انا شايف ان السينما المصريه توقفت
عن تقديم أي حاجة عن شمال سيناء والبطولات والحاجات اللي قامت فيها مؤخرا كلها منصب على حرب التحرير 73 أو يعني بعض الأكشن، أفلام الأكشن. رابعا مثلا المرأة في سيناء، الحقيقة التعمير ده كله والكلام ده كله لغاية دلوقتي احنا ما قدمناش المرأة في سيناء بالطريقة اللي فعلا في نساء في سيناء، وأنا بشكر طبعا الأحزاب اللي قدرت تمثل سيناء للمرأة. لكن مثلا أنا ملاحظ أن اتحاد الكتاب والاتحادات دول في عدم إبراز لأبناء سيناء. احنا عايزين نبرز الجانب الثقافي الكبير والتعليمي والعام والرياضي لأبناء سيناء في المرحلة القادمة، لأن ده بيسموه الدمج الكلي في المجتمع. بإذن الله يتم أحلام حضرتك تتحقق إن شاء الله. بشكر حضرتك على الإضافة النهاردة، شكرا لوجودك معنا. توجه بالشكر مشاهدينا للكاتب والباحث الصحفي دكتور سليمان شفيق، شكرا لحضرتك مرة ثانية. وبشكر حضراتكم، ويكفينا فخرا فعلا ان هذه البقعة هي جزء غالي من ارض مصر، فعلى ارض سيناء ربنا سبحانه وتعالى تجلى على هذه الارض، ودي الارض الوحيدة اللي تجلى عليها المولى عز وجل، وده فخر كبير جدا لكل المصريين. بشكر حضراتكم، بكرة ان شاء الله لقاء جديد وملف جديد نناقشه معاكم على ارض مصر.